ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. بسرعة شوف في أسئلة. تفضل. شوف في أسئلة. هل الذهاب إلى الطبيب من باب الاسترقاء؟ السؤال، هل الذهاب إلى الطبيب إيش؟ هل الذهاب إلى الطبيب من باب الاسترقاء؟ لا، بل هذا من السنة، إن لم يكن واجبا فهو مستحب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ليس من الاسترقاء. طيب، هنا سؤال البشير يقول: وما توجيه قول الله جل وعلا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ يعني لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل سؤال الجاهل يعني استغفر الله، لا يسأل استخبارا بل يسأل إقرارا، لا يسأل استخبارا بل يسأل إجبارا. والسائل هو الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سبحانه جل في علاه. فهنا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن عدم علم، لا يسأل إقرارا لا استخبارا. هذا معنى التوجيه. الله تعالى أعلم. كان يقول: إذا احترق إنسان ولم يتبقى منه إلا أعضاء يسيرة، هل تغسل وتكفن؟ إن لم تتحلل بالماء نعم، وإن تتحلل بالماء يبقى يكفي التيمم، وإن تتحلل بالماء يكفي التيمم. نعم، كما قال الباشمهندس نعيم، جزاك الله خير. إذا سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه: باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، مر علينا كثيرا حسن الحديث، روى له جماعة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهذا التنين من أساطير المحدثين، حتى أنه قد قدمه الإمام أحمد على شيخه الثوري. قال: حدثنا شعبة وسفيان، يعني هنا الآن عندك الخيران، شعبة أمير المؤمنين في الحديث وسفيان أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن دينار وهو أثبت الناس في ابن عمر. عبد الله بن دينار ومن أثبت الناس، بل هو أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته، والنهي هنا الأصل فيه التحريم. قال: وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب ومن ثقات. قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي وهو أيضا من الثقات، عن عبيد الله ابن عمر وهو من الثقات. قلنا عبيد المصغر ثقة، وأما عبد الله ابن عمر فإنه ضعيف. عن عبيد بن عمر هذا رواه الجماعة، النافع مولى بن عمر أثبت الناس بن عمر، هو من أثبت الناس بن عمر. عبد بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء كما قال علماؤنا، الولاء هنا هو ولاء العتق، وهو سبب من أسباب الإرث كما بيننا، وهذه سبب إتيانه بهذا، هو سبب من أسباب الإرث، وقد بيننا قبل ذلك أن أسباب الإرث أربعة، منها الولاء. فالولاء المقصود بينا ولاء العتق، هو إذا مات المعتق ورثه الذي أعتقه، إن لم يكن له وارث أو لم يستوعب الورثة التركة، لأنه يرث بالتعصيب، صاحب العتق يرث بالتعصيب. وكان من أخلاقيات الجاهلية أنهم يبيعون الولاء ويهبونه، فجاء الإسلام بنفي أفعال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعقود الجاهلية، ونهى عن ذلك، ونهى عن بيع الولاء وهبته. وطبعا السبب في النهي عن بيع الولاء وهبته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة
كلحمة النسب. فلما كان يحرم نقل النسب صار يحرم نقل الولاء، ولما كان يحرم بيع النسب صار يحرم بيع الولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا باتفاق، هذا باتفاق. لذلك قال بعض العلماء أجمعوا نرجو غيره، قال أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونقل البغوي اتفاقا للعلم على ذلك، ولأنه لا يورث، لأنه سبب يورث به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وكما قلنا يعني نهى النبي عن بيع الولاء بسبب أنه سبب للإرث، وكيفية التوريث أنه يكون عصبة، كما قلنا إن ترك ورثة، لكنهم لا يستوعبون، إن كانوا لا يستوعبون هو يأخذ الباقي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيكون المعتق هنا ينزل منزلة التعصيب فيأخذ الباقي، أو لم يكن له وارث هو الذي يرثه. ولذلك لما جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت أعينيني على كتابتي، فقالت أعينك وولائك لي، فلما ذهبت إليها قالوا لا ولائك لنا، فلما ذكرت للنبي غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا مغضبا وقال اشترط لهم الولاء، ثم قال فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط قال فهو باطل. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وأما العتيق فلا يرث السيدة عند الجماهير، يعني الذي أعتق والذي يرث، لكن العتيق لا يرث سيدة عند الجماهير، وقال جماعة متابعين أنه يرثه كالعكس. هذا آخر ما يقال في مسألة الإرث بالتعصيب، ثم انتقل إلى قسمة المواريث، وهذا درس جديد يأتي بإذن الله. الفائدة المستنبطة، مخالفة أهل الجاهلية، حرمة السبن. شوف لأنه جعل مسألة النسب لا يباع لا يورث ولا يوهب في هذا الباب، حرمة التبني، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. انتهت الدروس اليوم بفضل الله جل في علاه، لو في أسئلة تفضلوا، وإلا فقد ختم الله لنا الدروس. أسأل الله أن يشكر لكم وأن يثبتكم وأن يشكر لكم صبركم وثباتكم على هالمجالس. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، واجعلنا من يتعلم يتعبد وانشر ذلك بين الناس. شكر الله لكم، كيف أشكر لكم لا أدري، لكنكم نخب والله نادرة في هذا الزمان. ثبت الله الخير فيكم وبكم ومعكم، وجعل البركة لنا ولكم وبكم ومعكم، ونسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يجعلنا ممن يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يغرس الله لهذا الدين غرسا فنكون نحن من هذا الغرس. الله المستعان. وإياكم لو فيها أسئلة تفضلوا. انتظر لو في أسئلة انتظر.
انتظر بس. شيخ يقول عادي صوتك طب هذا فين الاخ كده او هذا اول سؤال ان شاء الله رضى الله عنك يا عائشة وحفظ الله حفظكم جميعا وتم النعمة عليكم. جاد يقول في هذه بريرة قدم النبي صلى الله عليه وسلم السبب على المباشر لان عائشة كانت سبب العتق. ما المقصود بهذا؟ ما المقصود بسؤالك او بسؤالك؟ بين لي ما المقصود بسؤالك. لم يتبين لي المقصود من سؤالك. رفع الله مقامك يا شيخ امجد. انت فوق الرؤوس توضع. اعلم ان اهل القران يوضعون فوق الراس. انتم تجان الراس. لا 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 يقع صاحب القران الا متكئا. باشمهندس نعيم يقول ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث فلأولى رجل ذكر. نعم لأنه لو قال أن عرفت رجل أغنت لا ما أغنت عن ذكر لأنها لو أنيطت بالرجولة والرجولة معلوم أنها الفحولة يعني هذا الرجل الذي يكون به النصرة والتعضيد والقوة والقدرة فيبقى معناها أن الكبير هو الذي يرث والصغير الذي لا تكون منه النصرة ولا التعضيد ولا القوة لا يرث فكأنه قال فلا يفهمن أحد من كلامي فلأولى رجل أنها على الكبير بل ذكر يعني يكون صغيرا كبيرا مولودا أيضا ينزل منزلة الإرث في هذا الباب للذكر في حظ الأنثيين أو يرث تعصيبا. هذه الفائدة الله تعالى على الأرض جيت الجنة يا سكينة. أحسن الله عليك وأحسن الله عليك أبا الوليد ورفع مقامك. جيت الجنة يا أم عبد الرحمن. رفع الله مقامك يا أسامة وشكر لك. أيهما أرجح تسليمة واحدة أم تسليمتين في الجنازة؟ تسليمة واحدة هي الأرجح. حتى أن مجاهد قال من سلم تسليمتين فهو جاهل. وابن مبارك يعني تكلم بكلمة شديدة عليه. فالأرجح تسليمة واحدة خلافا للشافعي. نعم يستحب الوضوء من ممسة النار. نعم ونقول نحن بذلك لكن لا يجب إلا في لحم الجزور. فهذا هو شبعات السلمتين والمكياس سليمة أجار اليوم هذا اسم أجار رجل مدرسة. نعم جزاك الله خيرا أبا الوليد وبارك الله وجهك أحسن لك. أنا القاعدة أن المباشر يقدم على السبب فحيث أن عائشة كان سبب فهذا فهم صحيح جيد لكن نحن نقولنا دائما يقدم المباشر على السبب إن ضعف السبب وإن قوي وجاءت القرائن بتقديم السبب فقد قدمه فقد قدمه. نعم جزاك الله خيرا في هذا القليل. طيب بهذا نكون قد انتهينا اليوم من هذه الدروس ونسأل الله أن يجعل في موازين الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص فما كان لله دائما انفصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أخيرا فما السنة نفهم من ناحية الرجل اليمنى يعني ينزل من ريحة من ناحية الرجل اليمنى ينزل من رجلي ويقال بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاكم الله بالخير وأتم عليكم النعمة ونفع بكم الأمة
ونصر بكم السنة وقمع بكم البدعة، وأكون أنا معكم بإذن الله تحت مظلة واحدة، ونكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يكرمنا براية معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.